بدي أقنع زوجي لحتى، وهو كان مع الطبيعة 100% إنه لا خليكي وبتجنني وأبداً ما أنك عايزي شيء. إلى أن صرت بالشغل أحبس من قعدتك على جلستك على المنظري والناس تعرفك كرئيس محكمة قاضي، إنه طيب مش أنا، أنا وجهي تحب. قلت له حبيبي أنت بترضى حدا من الناس يقولوا مرت ألبير العم بتعبوس؟ قال لي لا. قلت له أنا عايز حد بوتوكس. سكت سكت. ومن وقتها كنت من أسعد أيام نجحت عملت بوتوكس لأول مرة، حطلي بوتوكس هون. وهلأ كل ما أجي على لبنان 7 شهور 8 شهور 6 شهور بقول له بليز لابني عنده واجب على طول، ما بعبوس أنا.